فيما يخص هذه الجريمة الأليمة، وأكد على حرص فخامة رئيس الجمهورية كل الحرص على معالجة هذا الملف، أن تكون معالجة بكل شفافية وطبقا لمسطرات الإجراءات القانونية المعمول بها. وهذا حرص عليه في وقت عند منين استنتات هذه القضية. ونختار مول أنه نلزم الحكومة بمتابعة هذا التحقيق والحرص على بلوغ هذه الأهداف بكل شفافية وبكل مهنية تحت، نعم طبعا تحت قطاع العدالة. وستطبق العدالة إن شاء الله بكل صرامة، ولن يكون هنالك أحد فوق القانون مهما كان.